أنا محمد عبد الرحمن، مدير مبيعات شركة مرابحات. شركة مرابحات هي شركة كويتية، احنا في مصر من 2008، شغالين في السوق المصري بقالنا فترة طويلة جدا. كنا شغالين فترة في سكوك اللي في مكة، احنا بنمتلك مجموعة من أدوار برج موفنبيك هاجر مكة، ودلوقتي الفترة دي احنا شغالين بقالنا أكتر من 3 سنين أز بروكر لديفلوبرز كبار موجودين في السوق، زي انيرتشيا، زي زيزينيا، شركة أرديك العاشر، زي هايد بارك، وعندنا أمون تجلالة وجالرية مون فالي. الشركات دي معظمها شغالة في السوق بقالها فترة، وإحنا بنحاول نقدم للعميل أكتر ديفولبر محترم، يبقى في أمان في الموضوع، العميل يبقى بيشتري وهو مش قلقان هيستلم مش هيستلم، كل الكلام ده يهمنا قوي، لأن في الآخر إحنا بنبيع لقاعدة العملاء بتوعنا. بقالنا فترة طويلة شغالين سوشيال ميديا وكامبينز على المشاريع دي، إن كان جوجل ولا فيسبوك، SMS كامبين. بس الفترة دي احنا في المعرض النهاردة مفروض ان التركيز كله على مشروع زيزينيا، لان هو بيقدم للعميل المتوسط. زيزينيا في منطقة المستقبل، المنطقة اللي بتقع بين العاصمة الادارية الجديدة وبين القاهرة الجديدة او التجمع، فالمنطقة دي واعدة جدا ونازل فيها ديفولبرز الفترة الجاية كتير قوي. حسن علام نازل، زيزينيا موجودة، صبور موجود، وهتبقى قريبة جدا من طريق السويس وتحت مدينتي، وقريبه جدا من العاصمه الاداريه، فهي هتبقى حلقه الوصل بين كل المنطقه المناطق دي كلها. سعر المتر هناك بكام؟ سعر المتر الموجود اصلا في السوق في الوقت ده في الديفلوبرز اللي موجود بيتكلموا من 10 ل 12، لكن في زيزينيا احنا عاملين اوفر الفتره دي، بادئين سعر المتر من اول 8 وبنقسط على 10 سنين، وده عاملينه عرض لفتره المعرض ان شاء الله. في مساحات بقى مختلفه بتبدا من 176 لغايه 450، وكلها ابارتمنت ودوبلكسز وبنت هاوس، والتقسيط عندنا 10% مقدم وبنوصل ل 10 سنين. ألف شكر حضرتك، ميرسي جدا.